سلام حبيباتي، واش راكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعائلتكم كامل بخير. حبيباتي معكم سارة من قناتكم أناقة. قرب شهر الفضيل وتفطر فيه السهرات ولمات الحباب، وعلى هذا حبيت اليوم ندير لكم هذه الوصفة بنينة بزاف بزاف، وان شاء الله يكون الوصفات اللي درتهم من قبل جربتوهم وعجبوكم. قبل ما نبدا الفيديو اليوم حبيت نشكر كامل البنات اللي راهم يكومونتيو ويدعموني ويساندوني، والبنات اللي اول مره تشوفني ما تنساش دير لي اشتراك وتفعل لنا الجرس. حبيباتي نبداو على بركه الله بالمكونات. عندنا هذا الكاتو بزاف بناتي يعرفوه، ننصحكم تشريو هذا فيه 7 3000 احسن من تاع فرنسا. فرنسا ب 26 فمش مليح، حتى الجزائر خير. عندنا فراوله فريز كما راكم تشوفوها، غسلتها وسجيتها. عندنا البيض 2 بيضات، عندنا حليب اكيد، سكر، لافاني، 2 خيار فلان، فريز، نشا. نحتاج للوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا مول، يكون مستطيل من الاحسن، وكل واحد العائله تاعو الحجم يحبه. انا العائله تاعي ماشي بزاف عليها ندير هذا المول. الصحن والحليب، نفرغ قليل من الحليب في الصحن كما راكم تشوفوا. ونغمس بالوحدة الحبة في الحليب ونسقي عليها المول كما راكم تشوفوا بالحبة، حتى نكمل كامل المول. يعني كما راكم تشوفوا البنات استعليتو، دوك ننتقلوا الى الكريم باتيسيير. بزاف البنات يديروا كريم باتيسيير وبدهن وحده ديال الطريقه تاعها، انا اللي حندير لكم الطريقه هذه سهله وبسيطه وتجي بنينه بزاف كما اللي يتباعوا في المحلات الحلويات، وما تجيش فيها ريحه العظام. بزاف بنات يشكوا من ريحه العظام في الكريم باتيسيير تاعهم، انا هذه باذن الله ما تجيش فيها ريحه العظام. والان حبيباتي مع كريم باتيسيير نبداو. اول حاجه الحليب، نديرو نصف لتر من الحليب، قصنا نصف لتر من الحليب نحطها في الطاوله ونحطها على نار هادية تسخن. نحكمو ناخذو إلى كفار البيض، البيض البيض خبيوه تحتاجوه في وصفة خلاف. ديروا بيه ميرين ولا اي حاجه حابينها. نديروا 3 ملاعق من السكر كما راكم تشوفوا، 3 ملاعق كبيره من السكر. الخلاط ناخذ النشا ملعقة ونصف، ملعقة كبيرة كما راكم تشوفوا ونصف ملعقة.
نكملوا نديروا بالخلاط. راكم تشوفوا البنات انا ما عنديش بزاف امكانيات دار جديده كما تعرفوا كامل ما نستعمل غير واش عندي عليها الدنيا خلصنا المرحله الاولى كما راكم تشوفوا صبحه الكريم وفي نفس الوقت والحليب فوق النار يسخن حبيباتي بعد ما سخن الحليب شويه نفرغوا كميه قليله في الخلطه اللي درناها من قبل عندي اخت اسمها مريم ديما تحب هذه الوصفه وديما تعيط لي في التليفون تقول لي ابعثي هذه عاودي لي هذه وهي تنسى بزاف 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 هاني اليوم درتها منين تحبي ديري لي تاكتولات ولا الوصفه هذه اتفرجي الفيديو انتي وكامل البنات كما راكم تشوفوا حبيباتي نوجه لها تحيه كبيره اختي مريومة تاعي نعاودو نفرقو المزيج في الحليب ونرضو فوق النار بعد ما غلات حبيباتي وعقدت كما راكم تشوفو نزيد لها ملعقة من الزبدة على راس كما تشوف قطعة من الزبدة ونحركو هذه الوصفة تتطلب كريم باتيسيير ما تكونش بزاف خاسرة تكون خفيفة ونحط لافاني ندير نكهة انا نحب لافاني حتى تذوب قطعة الزبدة ذابت نكمل المول تاعنا ونفرغ هكا تجيكم خفيفه نغطيو كامل المول كما راكم تشوفوا ونخليوها تبرد نصف ساعة ونعاودو نرجع لكم الزينة تاعي بعد ما خليتها تجمد الكريم باتيسيير كما راكم تشوفوا جمدت قطعت في نفس الوقت الفراز الى شرائح تحبوا تقطعوها الى نصفين على الكمية اللي عندكم انا قطعتها شرائح ما عنديش بزاف الفراز عفوا الفراز ها نديروها هكا نحطوها نصطفوها كما راكم تشوفوا الوحدة كما راكم تشوفوا حبيباتي درنا الفراس في كامل الصحن ودوك نروحو للمرحلة التالية ناخدو طاوة كاس ما بسم الله
فيس الاول نفرغه تماما، الفيس الثاني ما نديروش كامل حبيباتي، نخليه شويه ماشي حاجه، نخليه غير شويه بل ما يجيش بزاف عاصي، نحبو يجي خفيف، نحبها تجي خفيفه باش ما يكونش ثقيله. ونحطو حبيباتي فوق نار متوسطه مع التحريك حتى يغلى. حبيباتي بعد ما تغلى خليه يبرد شويه كما راكم تشوفوا في الرسائل، وفرغي حبيباتي. حتى يغطي كامل الفلاتر اللي عندك. نخليه يبرد حوالي ساعة. وشهية طيبة حبيبتي، كي يبرد نزيد نعطيكم كفاه النتيجة النهائية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو حبيباتي، هذه هي النتيجة النهائية كما راكم تشوفوا. ما تنسونيش بحبكم ودعمكم ليا كما العادة. مع السلامة حبيباتي، بقوا على خير.